لماذا تقام مجالس العزاء في شهر محرم الحرام ويعم الحزن القلوب المؤمنة؟ في الإجابة على هذا السؤال نذكر ثلاث نقاط. النقطة الأولى أننا نحيي هذه الذكرى تأسياً برسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله بكى الحسين قبل شهادته بأكثر من 50 عاماً، فنحن أيضاً نحيي هذه الذكرى اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وآله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إننا نحيي هذه الذكرى رجاءً لثواب الله وابتغاءً لمرضات الله. المؤمن يبحث عن ثواب الله حتى إذا كان ثواب صغير ويفر من عقاب الله، يعني هكذا ينبغي أن يكون، حتى إذا كان عقاب صغير، لأنه صغير الآخرة كبير. كل شيء يتعلق بالآخرة في بعد المثوبة أو في بعد العقوبة فهو كبير عند الله. المؤمن يبحث عن ثواب الله ويفر عن عقاب الله حتى إذا كان صغيرا، فكيف إذا كان هذا الثواب العظيم الذي ذكر في كتب الأحاديث لكل من أحيا أمر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إحياء للقيم الإلهية في إحياء ذكرى سيد الشهداء